مساء الخير ومساء النور على كل مشاهدينا الكرام. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم، قناة يوميتي مع أمي في البرية. على بالي هاد غياب وغياب طويل. مرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد. وقبل ما نبداو فيديو تاع نهار اليوم، تنساوش الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم، وبسم الله. وخليونا نبداو في فيديو تاع نهار اليوم. المهم اليوم فيديو تاع اليوم راح نوري لكم نتيجة ترقيد الزيتون. شوفوا هنايا هاد الزيتون الأسود، وفي هذه البيدونة الكحلة الزيتون الأخضر، وهذا البيدون بسم الله ما شاء الله خلاص، يعني كنت رقدته كان معمر وخلاص، وكاين كمية راهم مرقدين إن شاء الله لشهر رمضان، وكاين كمية يعني راح نرقدهم. بالنسبة لجني الزيتون خلاص كما خبرتكم في الفيديو السابق، الحمد لله تهنينا منه والتعصر والحمد لله. دوكا نروح نديكم هكذا شويه فلوقات، راح ندير لكم فلوق ولاده المعزه وطريقه حلبها وجوله في المزرعه، وهانتوما معايا. كما يقولوا خوتنا التوانسه، مرحبا والعسلامه. كما راكم تشوفوا هنايا راح نشارك معاكم اول شيء فلوق ولاده المعزه. بزاف ناس هكذا يقولوا لنا نحبوا الحيوانات، نحبوا المعزات، نحبوا كذا. المهم هذه اول معزه ولدت لهذا السنه. ما صورت لكمش الفلوق هنا، يعني اختي هي اللي صورته، لذلك يعني ما صورتش من اول لقطايته، وقيل زد ولدت في الليل ما شفيتش. انا كنت في هذاك الوقت مريض، لذلك ما خرجتش، ما حبيتش نخرج باش ما يتفاقمش المرض ونكون يعني به نبره بسرعه. كما راكم تشوفوا هذاك هو يعني في اول يوم تاع الولاده تاعو، وهذيك السره تاعو راهم دايرينها هكذا بالخيط كما راكم تشوفوا هنايا، يعني ما شاء الله. وراكم تعرفوا انه اول حليب نحلبوه من عند المعزه نديرو به تيم دغست، ولا بالعربيه يسموها اللبه. وايضا راح نشارك معكم يعني هكذا واحد المقاطع الفيديو طريفه وجميله، مثلا راح نشارك معكم هذاك العتروس الصغير كي يكون يحلب من يماه، يعني واحد الفيديوهات جد رائعه وراحه نفسيه. يعني هذا الفيديو انا نشوفه فيديو رائع وما شاء الله. بالنسبه للبه راح ديجا شاركت معكم فيديوهات كيفيه التحضير، فيديوهات قدم، اما هذا الخطرة ما راحش نشارك معكم، ولكن في قادم الايام راح نحط لكم الفيديو باذن الله. وهانتوما معايا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، يعني الله يبارك، اللهم زد وبارك، اللهم زد وبارك. هذا اول حليب يحلبوه من المعزة، هذا هو اللي يديروا به اللبة ولا تيم دغست، يعني بالامازيغية ولا عند الناس القبائل والشاوية ايدو يعيطوا لها تيم دغست. وهذه يعني ما شاء الله هاد اللبة يعني اللي راني نحكي عليها عندها فوائد جد عظيمة ولذيذة، يعني ما شاء الله انا نموت عليها ونحبها. ان شاء الله في قادم الفيديوهات راح نشارك معاكم طريقة تحضيرها. المهم كما راكم تشوفوا هنا، اول حاجه نبدا بها يعني احنا خلينا كميه من الزيتون، كاين هذه وكاين في الدار، هذا باش نزيد نقدهم. اول حاجه راح نوريها لكم هو هذا الزيتون الاسود، شوفوا هنايا، شوفوا كيفاش جا رائع ما شاء الله هكذا. وتحبوا تاكلوه ديريكت لانه غادي يجي مملح، وهذا الماء يعني غير الصباح هذايا اللي بدلت له، تحبوا يعني حتى تغسلوه، عنده واحد المذاق ما نحكي لكمش، يعني روعه روعه روعه.
هاد الزيتون جزء أساسي يعني من فطورنا الصباحي، من نهار بديت نرقدو إلى غاية يومنا هذا، ومازال يعني الكمية اللي رقدتها لشهر رمضان. هذه هي، وهذا شهرين بالتمام. إلا حبيته يعني يجي ما شاء الله وتتبنوا البنة تاعو، شهرين وهو هكذا. شوفوا يعني كيفاش شلحته وملحته وخليته هكذا يرقد شهرين، وانا ساعات كل نهار اللي نبدل له الماء، ساعات كل يومين، ساعات كل 3 ايام، ساعات كل اسبوع، يعني حسب كيما نتفكره. كل ما تفكرته نروح نبدله الماء، يعني ولو كان تبدلو له كل يوم راح يكون اسرع. وكي ترقدوه بالماء السخون، يعني كي تحبوا ديروا له الماء، ديروا له ماء ساخن مع الملح، راح يطيب لكم بسرعه. ولا حبيتوا حاجه صحيه ديروه بالبرد وخليه يطول، ولا حبيتوه يعني حتى ولا ماء ساخن راح يكون صحي وطبيعي وراح يزرب. ولكن اللي بنين بزاف بزاف هو انكم كديروه بالماء البارد ماشي بالماء السخون. ودوكا هذا راح نوري لكم، هذا يلي وخيله من شهر نوفمبر، هذا هذاك اللي من شهر نوفمبر. شوفوا شحال الكميه اللي بقات له، راني نستخدمه. هذا دالي اكثر من 3 شهور. هذا تاني للفطور الصباحي، تستخدمه في الشوربات، تستخدمه في الطواجن، يجي المذاق تاعو رائع 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 وهايل. وهذه هي واش حبيت نزيد لكم. ان شاء الله يا ربي الفيديو تاع نهار اليوم يعجبكم، واي حاجه راح نشاركها اليوم معكم تعجبكم وردوا لي في التعليقات. راه المشاهده نقصت، التفاعل نقص، لي لايك نقصوا، الجمهور هرب، ما على باليش وراه. نتمنى ان شاء الله يا ربي تعاودوا تتلموا وتعاودوا تتجمعوا وتدعموني وهانتوما معايا. شوفوا البصل ما شاء الله، هذا راه ما كبرش بزاف بزاف، خاطش هنايا كيما قلت لكم اطلاله، ولكن ما شاء الله عليه. وهذيك تاني كوش الجوله، هذه البلاصه راح نغرسوا فيها تماك، يعني راه بزاف بلايص منعتهم انهم يغرسوا فيهم، قلت لهم حتى نبرا باش يعني كي نغرس نصور. وهذه هي، دوك نزيد لكم هكذا جوله خفيفه في البلايص هكذا اللي نشوف نقدر نحكي فيهم، يعني نقدم فيهم حاجه. وان شاء الله يا ربي يعجبكم فيديو ديال اليوم. شوفوا اول حاجه راح نبداها منكم هنايا، هنايا اللي كان الفلفل اللي تشوفوا عليه راهو منيح وكاع، وما على باليش واش غرسوا، مازال ما سقسيتهم. شوفوا الفول تاعي هذاك اللي كنت غرسته، لو كان خلاه لي الحلوف وما كلاش لو كان راه بحجم هذا. وهنايا كيما تشوفوا المعدنوس، ومن بعد راح نشارك معكم طريقه الزرع تاعو لشهر رمضان ان شاء الله. حنا يعني راح نزيدو نزرعو، ولكن راه كاين عندنا بكثره الحمد لله. وهذا يا اللفت الابيض، المهم هذا القطوس راح غير يهرب من عندي يماه، هي الهيك تعيط وهو راه هنا، ولهذه هي يماه حسبت لي جبت لها الماكلة. شوفوه ما شاء الله. المهم كما راكم تشوفوا هنايا، احنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. شوفوا هذا الجو الربيعي الرائع، رغم انه فصل الربيع مازال ما دخلش، ولكن واحد الشمس رائعه. مع الصباح كي نوض في الدار، انا ما نوضتش اليوم بكري، قالوا لي كانت النو تصب، ولكن سبحان الله مغير الاحوال، الصبح النو ودروك راه الشمس ساطعه والجو يعني شبابي. ان شاء الله فيديو تاع نهار اليوم عجبكم، وشفتوا نتيجه تاع الزيتون الاسود المرقد. الناس اللي يعني اللي تبعني وتبعت طريقتي ورقدت الزيتون، نتمنى تكتبوا لي في التعليقات وتعطوني رايكم، وشكرا لكم بزاف. ترقبوا الفيديوهات جاية ان شاء الله، راح تكون قوة بإذن الله.
ودمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء. ما تنسوش أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد، وتبارطاجوا لاشين تاعي باش تكبر بإذن الله.